طيب يعني اتكلمنا امبارح عن مباراه الاهلي وبلاتينيوم وخلاص صفحه واتقفلت، يعني احنا بنركز في اللي جاي دلوقتي. الفريق النادي كله بيركز في اللي جاي. اللي جاي ايه؟ ماتشين في بطوله الدوري، اولهم مباراه طنطا باذن الله تعالى بعد بكره يوم الاربعاء، مباراه مهمه جدا في اطار المشوار الرائع اللي ماشي فيه النادي الاهلي في بطوله الدوري والانتصارات المتتاليه. وصلنا ل 10 انتصارات باذن الله، نوصل لانتصار رقم 11 و12 وابعد من كده كمان، لكن احنا مركزين بس في مباراه طنطا، وبعد كده تخش على مباراه المقاولين، وبعد كده تتفرغ للمباراه المصيريه الهامه جدا امام النجم الساحلي باذن الله تعالى في الجوله الخامسه وقبل الاخيره من دور المجموعات من بطوله دوري ابطال افريقيا، وامالنا كلها منعقده على الفوز باللقب مش بس التاهل. محليا الفريق هيستعد بدايه من الغد لمباراه طنطا، يعني كان الفريق وصل صباح اليوم ساعه مبكره جدا، الساعه 1 صباحا بالتحديد، بعد رحله طويله جدا من زيمبابوي أكثر من ترانزيت حتى الوصول لمطار القاهرة الدولي. وبالتالي مستر ريني فايلر قرر وفضل إراحة اللاعبين بعد هذا الإجهاد الكبير وهذه الرحلة الشاقة على أن يستأنف الفريق تدريباته غدا، وهيكون المران الأخير بالمناسبة قبل المباراة اللي هتكون بعد بكرة أمام طنطا بإذن الله تعالى. استئناف التدريبات بكرة، التدريب هيكون في تمام الساعة 4 عصرا، من خلاله مستر فايلر هيقف على بعض الأمور السريعة كده، لأن خلاص فيش وقت ضغط المباريات. بالمناسبة يعني أمر زي ده بيأثر بشكل أو بآخر على مسيرة النادي الأهلي سواء محليا أو أفريقيا يعني. لكن الأهم اللي احنا عايزين نركز عليه بصراحة كده إن مباراة طنطا عشان نبقى منطقيين، يعني مش هننتظر أداء إطلاقا بعد رحلة شقة وصعبة ومجهود كبير جدا في مباراة بلاتينيوم، فبالتالي اللي هيبقى منتظرينه النتيجة، وده الأهم في المرحلة الحالية سواء في الدوري او بطوله دوري ابطال افريقيا. والثقه، كل الثقه طبعا على في لاعيبه النادي الاهلي وجهازهم الفني بكل تاكيد. الناس بتسال شويه عن بعض الاصابات واخبارهم، يعني مثلا قفشه عنده كدمه في الركبه، بكره هيتعمل له فحص طبي قبل المران عشان يتم معرفه مدى امكانيه الاستعانه بقفشه في مباراه طنطا ولا لا. لعيب مهم، ان شاء الله تكون الاصابه بسيطه، هي كدمه قويه بس في الركبه، هنشوف النتائج هتبقى ايه، خصوصا ان يعتبر الفريق خد راحه بخلاف طبعا الرحله والاجهاد، لكن هي راحه من تدريبات امبارح الصبح بس، كان في مران استشفائي كده فين في هراري في زيمبابوي قبل التحرك يعني. بالنسبه لاليو ديانج عنده شد في السمانه او وكاد في عضله السمانه، كده كده اليو ديانج مش متاح في مباراه طنطا بسبب الايقاف تراكم البطاقات الصفراء، فبالتالي مش هيكون موجود مع الفريق في مباراه طنطا، وايضا بسبب الاصابه يعني، السبب الرئيسي طبعا الايقاف يعني. بالنسبة لوليد سليمان، واحنا عارفين وليد كان هيبتدي مباراة بلاتينيوم لكن تعرض ايضا لشد في السمانة قبل لحظات من انطلاق المباراة، فايضا هيتم الوقوف على حالة وليد سليمان بكرة بإذن الله تعالى قبل المران، وبناء عليه هيتم معرفة الإمكانية الخاصة بوليد ان هو يلعب المباراة ولا لا. ان شاء الله يكون سليم والامور تبقى بسيطة، لان في الحقيقة الفترة الحالية الاهلي محتاج لكل لاعبيه ومحتاج الفوز في كل المباريات القادمة بإذن الله تعالى. والتحديين الرئيسيين احنا عارفينهم، دوري ودوري ابطال افريقيا، والكل في الحقيقة مركز يا جماعة، ومحدش مقصر خالص، محدش مقصر خالص، والكل عايز يسعد جمهور النادي الاهلي، وباذن الله ده هيحصل قريب ان شاء الله باذن الله تعالى. ده فيما يتعلق بموقف المصابين. الكثير بيسال عن رمضان صبحي. رمضان قدامه بالظبط يعني من 10 ايام لاسبوعين عشان يكون جاهز للمشاركه في التدريبات الجماعيه. هو دلوقتي بيعمل بعض التدريبات التاهيليه، المزق اللي كان في عضله او في العضله الخلفيه تم التئامه بنسبه تزيد عن 80% طبقا للاشعه الاخيره، وان شاء الله باذن الله في امكانيه وفي فرصه ان رمضان يكون جاهز لمباراه النجم الساحلي باذن الله تعالى اللي هتكون في الجوله قبل الاخيره من دور المجموعات. الامور ماشيه بالشكل الجيد، وان شاء الله باذن الله الامور تبقى في صالح الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي. ده فيما يتعلق بالاهلي. بالمناسبه خليني اقول لحضراتكم النهارده كان في تدريبات بس للاعبين اللي ما سافروش لزيمبابوي، يعني اللاعبين اللي تم استبعادهم من الرحله سواء بسبب ظروف عدم القيد في القائمه الافريقيه او بسبب رؤيه فنيه يعني، والتدريبات بالنسبه لهم كانت تدريبات بدنيه ومهمه جدا عشان يكونوا جاهزين ولائقين للتحدي القادم ومباراه طنطا باذن الله في بطوله الدوري. ده فيما يتعلق باخر اخبار النادي الاهلي وكل الجديد الخاص بنادينا وفريقنا الحبيب فريق النادي الاهلي.